بتجيب حسن لتحت جناحك، بتعملوا سهرك وبتجوزوا بنتك وبتلبسوا عباية النشواتية، هيك بتصير انت المتصرف وصهرك صاحب القمح، يعني العز والجاه. بس هاد كيف بدنا نجيبه؟ هاد يتجوز وترك كل عيلته. أنا بجيبه، هي شغلتي. وبرأيك اللي حارب الدنيا كلها مش عن البنت اللي بيحبها رح يتركها بهاي السهولة؟ أنا ما قلت بهالسهولة، نحنا منحاول معه يتركها، وإذا ما مشي الحال ما بظن قتلها كتير صعب. مو هاولين هاولين.